دكتور احنا بنتكلم على ايه؟ على السيركت اللي هي الاداه الاي والميك سيرف ان شاء الله والريز والدستريتورز عامه ان شاء الله تمام. ما هو حاجه النهارده هنبتدي فيها حاجه اسمها ايه؟ هنتكلم النونيال وهنتكلم عليها يعني ايه سيركت. ايه المشكله ان انا يبقى عندي سيركت نونيال؟ يعني ايه سيركت نونيال؟ كلمنا معايا عن شيء ايه امبليفاير ماشي؟ الامبليفاير دوت لما دخلوا كده مين؟ باخد الفي اوت بسعر كام؟ هو ما ينفعش يبقى بتاع اللي سمحت له. هو ما اعرفش سمكه ايه بصراحه. ليه بس هو جاي كده في الحين؟ طيب المهم انا عندي امبليفاير بدخل انبوت بي جاي اسمه ايه في الاوتبوت بيساوي كام؟ ايه دي انفورسي ايه مضروب في البي ام ده اللي انتوا خدتوه السنين فاتت لحد حتى الترم اللي فات مع دكتور ايمن مظبوط؟ ان دايما الاوتبوت عباره عن جاي مضروب في كام؟ في الانبوت. الجاي ده هو اللي بنسميه ايه؟ بنسميه دايما السمول سيجنال جين. تمام؟ طب ليه بنسميه سمول سيجنال جين؟ لان احنا لو جينا نزلنا اي كاركترستكس في اي امبليفاير انا عارف لما انا بزود الانبوت فولتج امبليتيود الاوتبوت المفروض يزيد معايا. بس هل بيفضل يزيد لحد انفينيتي؟ لا بيزيد لحد الايه؟ لحد كده لما يوصل هنا للايه؟ مثلا السبلاي بتاعي. مظبوط؟ خلاص؟ يبقى دلوقتي الجين دوت فاليد امتى بس؟ فاليد بس في الحتتين. هو المفروض الجين دوت هو السلوب بتاع الفي اوت على الفي انت. هل السلوب على الكيرف ده كله ثابت؟ لا السلوب ده ماله؟ عمال يتغير وكل ما الامبليتيود بتاع الفي انت عمال ايه؟ عمال يزيد. تمام؟ فمعنى كده هو كل ان انا بفرض دايما ان اي امبليفاير عندي الاوتبوت هو عباره عن لينير ريليشن بين الانبوت الاسامبشن دوت فاليد بس لو الانبوت سيجنال مالها؟ لو الانبوت سيجنال صغيره. طب لو الانبوت سيجنال مش صغيره هل الاسامبشن ده هيبقى بارد؟ لا هيبتدي يحصل الكومبريشن اللي بيحصل عندي في الكيرف دوت هيبتدي تاثيره يبان ايه؟ هيبتدي تاثيره يبان معايا. خلاص؟ هدفنا في المحاضره دي ان احنا نشوف تاثير الكومبريشن بتاع السيجنال هيحصل لها ايه بالظبط او ايه المشاكل اللي بتحصل نتيجه الكومبريشن الموجوده فين؟ في الامبليفاير دوت. خلاص؟ يبقى النهارده ان شاء الله هنتكلم تمام؟ هنشوف ازاي في الار اف تاثير الكومبريشن دوت ممكن يبوظ لي الايه؟ ممكن يبوظ لي الديتكشن بتاع الايه؟ الديتكشن بتاع السيجنال. حاجه ثانيه قبل ما ابتدي كلامي على المحاضره ان شاء الله عايزين نشوف السيجنالز اللي في الجو عشان دي هنتكلم عليها كتير. خلاص؟ السيجنالز اللي في الجو دلوقتي واحد بيتكلم في التليفون خلاص؟ المفروض بيستقبل الشانل بتاعته. هل التليفون بيستقبل تشانلز الثانية؟ بيستقبل تشانلز بتاعته؟ لا هو اللي بيحصل التليفون بيستقبل ايه؟ تشانلز كتيرة وبعد كده بيعمل ايه في الآخر؟ سيلكت وان تشانل اوت اوف ايه؟ سيلكت وان تشانل اوت اوف ايه؟ فاكشن السبيكترم بتاع التليفون اللي الانتنة اللي عندكم بتيجي تستقبل حاجات عاملة بالمنظر ده. خلاص؟ السيجنال بتاعتي السيجنال بتاعتي ممكن تبقى دي والحاجات اللي حواليها دي ملهاش ايه؟ ملهاش تأثير. بس ممكن يحصل العكس، ممكن السيجنال بتاعت تبقى ايه؟ تبقى هي السيجنال الصغيرة دي تمام؟ والسيجنالز الكبيرة اللي التليفون بيستقبلها اللي هي السيجنالز اللي أنا ايه؟ اللي أنا مش عاوزها. السيجنالز اللي أنا ايه؟ مش عاوزها. دي بتبقى المين سيجنال اللي أنا عاوز استقبلها ودول كده بنسميهم بلوكر. وهنعرف ايه النهارده يعني ايه بلوكر. تمام؟ خلاص؟ بلوكر معناها حاجة بتبلوك السيجنال. أنت بتحاول تستقبل المكالمة بتاعتك وحاجة تانية تيجي تعمل إيه؟ ما تخلكش تعرف إيه؟ ما تخلكش تعرف تستقبل المكالمة بتاعتك. عارفين الجامرز بتشتغل إزاي؟ الجامرز اللي هي لما يجي دلوقتي واحد يجوا في حتة كده مش عاوزين شبكة موبايل. خلاص عاوزين يقطعوا الحساب بتاع الموبايل، بيعملوا إيه؟ يروح باعت لك سيجنال عالية جدا تمام؟ تبلوك ريسبشن
بتاع السيجنال بتاعك، يبعت لك سيجنال عالي قوي تمام تبلوك الريسبشن بتاع السيجنال بتاعك. طب دي موجوده في الفريكونسي ودي موجوده في الفريكونسي، طب ازاي هتخليها تبلوك؟ ده اللي احنا وقتنا نشوفه ايه؟ نشوف النهارده في المحاضره خلاص. وده كله بسبب وجود الايه؟ ان عندي الكيرف بتاع الامبليفاير اتس نوت لينير كيرف، اتس ايه؟ اتس ان لينير ايه؟ اتس ان لينير كيرف خلاص؟ فالنهارده هنتكلم اجين اون سيستم ليفل من فوق كده اهوت تمام؟ هنبتدي نشوف ازاي البروبرتيز بتاعت الامبليفاير خلاص؟ ممكن تاثر لي على الار اف سيجنال اللي انا ممكن ايه؟ اللي انا ممكن استعملها. وايه الميجرز اللي بنستخدمها عشان نعرف فار عن النون لينيرتي بتاعت الايه؟ بتاعت الامبليفاير دوت. حاجه اخيره بس قبل ما ابتدي برضو دلوقتي الكيرف دوت فين اكتر حته فيه نون لينيرتي؟ عند الساتوريشن ولا؟ الحته دي. طب والحته دي فيها نون لينيرتي؟ هي فيها نون لينيرتي بس نون لينيرتي بتاعتها ايه؟ صغيره. خلاص ماشي؟ كلامنا النهارده في الحته دي. ماشي؟ كلامنا النهارده في ثاني حته في الحته دي اللي فيها نون لينيرتي مالها؟ نون لينيرتي عندي ايه؟ صغيره. Which means ان ايفن لو نون لينيرتي عندي صغيره it can affect ايه؟ it can affect the reception بتاع الاوريجينال سيجنال ايه؟ الاوريجينال سيجنال اللي انا عاوز ايه؟ انا عاوز استخدمه. خلاص؟ أول حاجة بقى هنتكلم فيها إن شاء الله اللي هو الأمبليفاير تمام؟ اتفقنا إن الأمبليفاير دلوقتي ممكن عندي يحصل فيه عملية الإيه؟ عملية الساتوريشن دي خلاص؟ طب الحتة دي لو أنا عاوز أعملها مودرنج أعملها مودرنج إزاي؟ أعملها مودرنج بإيه؟ إيلور سيلو بإيه؟ إكسبانشن صح؟ فأنا عندي دلوقتي نون لينير كاركترستكس في الحتة دي بس ماشي ممكن اعمل لها تيرو سيريز اكسبانشن وهنا الفي اوتبوت عباره عن الفا نوت زائد الفا 1 في الفي ان زائد الفا 2 في الفي ان سكوير زائد الفا 3 في الفي ان كيوب ماشي خلاص. يبقى اني نون لينير ايكويشن خلاص اني نون لينير ايكويشن ممكن اعمل لها ابروكسيميشن بايه؟ بالشكل ده خلاص. التيبل الاولاني دوت التيرو سيريز اكسبانشن ده بيعبر عن ايه؟ سي عن دي سي سولوشن في الجروب ده كده بيعبر عن دي سي اوبريتنج بوينت او دي سي سولوشن انتوا ايه؟ للجروب خلاص؟ او تيرم دي سي. طيب والالفا 1 ده كده بيعبر عن ايه؟ الايه اللي هي كانت الاي سي جيم عن سمول سيجنال جيم اللي انتوا متعودين تجيبوه ماشي خلاص. يبقى الترمين دولت انت اوريدي مريتوا بيهم بس احنا عمرنا ما كتبنا ليه الاكسبريشن ده اول ماشي. بس هو في الحقيقه اول ترمين في التيرم سيريز اكسبانشن اول واحد هو عباره عن دي سي تيرم وثاني واحد هو عباره عن سمول سيجنال ايه سمول سيجنال جيم. طب والترمات بقى الثانيه دي جايه نتيجه النون لينيرتي اللي موجوده فين؟ في الايه؟ في الامبليفاير. فده بنسميه second order non linearity وده كده بنسميه third order non linearity and so on لحد مين؟ لحد ده خلاص؟ حاجة تانية صغيرة بس دي نوت كده على جنب دايما عشان تبقوا عارفين الليميتيشن سبيسيفيكيشنز دي. أنا فاكر هنا linearity موجودة فين؟ ناحيه الانبوت ماشي. فرض ان النيرف عندي موجوده ايه؟ ناحيه الانبوت. في بعد كده حاجات بقى ادفانس شويه نفرض كمان نان نيرف دي لو الاوتبوت كبر النان نيرف عندي بيحصل لها ايه؟ دي فالنان نيرف دي اللي هي فانكشن في الاوتبوت في الانبوت ده احنا مش هندرسه خلاص. بس الكلام ده في ناس في الماجستير بيدرسوه خلاص. تاثير نان نيرف في الاوتبوت وتاثير نان نيرف في الايه؟ في الانبوت خلاص. يبقى النهارده هنتكلم بس عن نتيجه النون لينيرتي اللي موجوده فين؟
موجوده نسيت الانبوت ايه؟ نسيت الانبوت صفر. طيب عشان نشوف الايكويشن دي ونربطها شويه بالسيركتس، تعالوا نتكلم على الكومن سورس امبليفاير. الكومن سورس امبليفاير العادي دي انت تعرف كان بيساوي كام؟ كان الدي سي بتاعه او الدي سي بتاع الاغنيه كام؟ دي 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 ماينس الالفا ار صح؟ طب والجين؟ يساوي ماينس الجي ام مضروب في كام؟ في الار صح؟ طيب هما ازاي هنعرف نجيب الايكويشن دي؟ الايكويشن دي عشان تتجاب ما اقدرش احل المعادله في السبورت سيجنال خالص، لازم ارجع للبيزك بتاع الاكسبرشن اللي هو كده ان الاي يساوي كام؟ اي اس في هو بيتا على 2 بي جي اس ماينس بي سبيك بكل ايه؟ خلاص؟ واقول ساعتها ان البي جي اس دي هي عباره عن بي بي سي زائد البي اي سي ده انا ايه؟ البي انبوت سيجنال بتاعتي خلاص؟ ونكتب المحايده دي في ده بنسميها اللاور سيجنال تمام؟ بحل اللارج سيجنال اكسبريشن دوت عشان اقدر اجيب الايه؟ كوفيشنز. طب تعالى نحسبها مع بعض. فانا عندي دي اوتبوت هيساوي في دي ماينس الاي مضروب في كام؟ في الار مظبوط؟ نحسب مع بعض هيبقى في دي ماينس بيتا في الار على الاثنين والمعادله دي هنشوفها هتبقى عامله ازاي؟ في دي سي ماينس في ساشد اعتبرها تن واحد كل سكوير ماينس او زائد 2 دي ان في دي سي ماينس في سبيشال زائد 3 ان سكوير مظبوط؟ خلاص؟ طب نشوف هيبقى في دي دي ماينس بيتا ار على ال 2 في دي سي ماينس في سبيشال كل سكوير زائد بيتا ار لو دي بره دي بيتا ار في البي انبوت احنا بيتا ار في دي سي ماينس في البي ان زائد ناقص بيتا ار على الاثنين في البي ان ما اعتقد انا عملت حاجه عند المصدر ده محلتها ايه؟ محلتها اجزاء صح؟ الترم الاولاني دوت بيعبر عن بيتا ار على 2 في بي سي ماينس بي سبيشال ده مين دوت؟ دي سي ده رايس الار على طول صح؟ فده كده ده كان كده بالظبط هو بي دي ماينس الاي في الار فده كده الدي سي ترم صح؟ الدي سي اللي احنا ايه؟ جايبينه من فوق مظبوط؟ طيب والترم الثاني ده كده عباره عن ايه؟ ده كده كله على بعض على اسمه ايه؟ ده جي ام في الار جي ام هي بيتا في البي دي سي ماينس البي سبيشال فده كده عباره عن الجي ام مضروب في كام؟ في الار مظبوط؟ طيب والترم الثالث ده الترم الاولاني اهو الترم الثاني اهو مظبوط؟ طب والترم الثالث ده ابتدى بقى يظهر لي نتيجه ان انا ابتديت اعمل ايه؟ اللي هو سكند اوردر ايه؟ نون لينير تيرم خلاص؟ ماشي؟ فاصبح عندي دلوقتي عشان اقدر اجيب النون لينيرتي الموجوده في اي امبليفاير ما اقدرش استخدم خالص السمول سيجنال ابروكسيميشن احنا كنا ايه؟ بنعمله لازم اعمل ايه؟ لازم احل الدنيا كلها تبقى ايه؟ لارج سيجنال او اكزاكت خلاص؟ لازم استخدم الاوريجينال ايكويشنز بتاعت الايه؟ بتاعت المصدر ماشي؟ فكل الابروكسيميشن اللي احنا كنا بنعملها اللي هي جي ام في الار او وات ايفر دي كلها كانت بتخرج عندي السيجنال مالها فيز اسمول سيجنال الابروكسيميشن دي ما اقدرش استخدمها عشان اجيب اي نون لينيرتي موجوده فين؟ موجوده في الديفايس ايه؟ في الديفايس بتاعي دكتور مش كده الجي ممكن يقل او يزيد؟ ما تسال كام فيها في الكلام ده ماشي؟ جميل؟ طيب يبقى في المعادله دي ممكن اقول الفا نوت فين؟ هي ادي الفا نوت ممكن اقول الفا 1 فين؟ ادي الفا 1 ممكن اقول الفا 2 فين؟ ادي الفا ايه؟ ادي الفا ايه؟ ادي الفا 2 طب في السيميليشن دلوقتي لو تيجي تعمل سيميليشن هتجيبوا العمليه دي ازاي؟
هجيبه ألفا نقطة ألفا أنا عنده كل ذلك. لما الواحد بيجي يعمل سيميشن على جيمز ترانزيت هنعمل أول حاجة ترانزيت طيب أو وات ايفر أول حاجة دي سي عادي مش فاكر لو مفيش كاباسيتنس عندي أقدر أعملها في زي هدخل أكبر الدي إنبوت أقدر أكبر الدي إنبوت وأعمل إيه في الفي أوتبوت برسم لو هقدر أرسم في أوتبوت فيرسز إيه؟ في إنبوت طب رسمت في أوتبوت طلع الدي إنبوت طلع الشكل ده ازاي اجيب الفا نوت ازاي اجيب الفا 1 ازاي اجيب الفا 2 ايه ازاي بقى اجيب 4 بوينتس يعني و... ايه اجيب نقطه عليه واحاول اجيب ابسط طريقه اشوف عند بينكم بصفر بينكم بصفر يديني بصفر دي سي على طول طب بعد كده عشان اجيب الفا 1 اعمل ايه افاضل بالنسبه لفي ان وساعتها ده هيروح وهيبقى لي مين؟ اصلا ناخد الترم ده على فين؟ افاضل حوالين مين كنت كام؟ صفر طب عاوز الفي ده وتعمل ايه؟ افاضل مرتين بس ما تنسوش هو اقسم على كام؟ اثنين عشان الاثنين هتطلع امتى؟ ما تنساش انا ده هيجيب كام؟ ست ثلاثة في اثنين خلاص؟ فالنهارده السيميشن لما نيجي عشان نقدر نجيب الكونفشنز دي احنا ما بننظرش لحاجة معادلات احنا كنا بنعملها بنقسم في اوتبوت مع الجيم وهكذا نعمل ايه؟ ناخد الكيرفات اللي نعمل فيها ايه؟ نفضلها واكون لينك حوالين بي انبوت بيساوي صفر تقدر تجيب الفا 1 والفا 1 والفا 2 الفا 3 4 الفا 5 خلاص؟ فالمهم دلوقتي اتكلمنا عرفنا يعني ايه النون لينيرتي موجوده في ايه؟ في امبليفاير والنون لينيرتي دي اوريدي موجوده فين؟ كومن سورس امبليفاير احنا ايه بندرسه موجوده في الديفرنشال امبليفاير موجوده في الديفرنشال امبليفاير ازاي خدته مع الدكتور مفروض ايمن ان المفروض ان البي اوتبوت كان بيساوي سام خدت لو سيجنال اللي هو كان فيه حاجه سكوير روت وهنا كان فيه مش عارف خدت الاكسبريشن بتاع اللو سيجنال بتاع الديفرنشال امبليفاير ماشي كان في حاجه فيه كده هو حاجه هنا سكوير روت صح ماشي هنعمل في الكورو ده لما نفكه بتيرو سيريز هتقدروا تجيبوا الاكسبرشن ايه؟ تبع الاكسبرشن ده محدش فاشل بتاعه فالمهم اي دايره اي دايره وصل منهم بسرعه دايما هنلاقي فيها جزء لينير وجزء ايه؟ جزء راندوم تمام؟ طيب عايزين بقى نشوف تاثير النون لينيرتي في ايه؟ عايزين نشوف تاثير النون لينيرتي في ايه؟ بنقول انها بتعمل حاجه اسمها هارمونيك ديستورشن يعني ايه هارمونيك ديستورشن كان انا مدخل تتحول سنجل تون على امبليفاير بالذات اللي هو لان نير باوس دخلت سنجل تون دي امبليتيود اسمه كي وفريكونسي اسمها ايه اوميجا ايه اوميجا ايه لو دخلت التون دوت على الاكسبريشن دوت هيطلع لي ايه؟ هارمونيك طلع لي الفا نوت زائد الفا 1 في كي في الجي ام في كوزاين اوميجا نوت سي زائد الفا 2 في الجي ام في كي سكوير مضروبه في كام؟ في كوزاين ايه؟ في كوزاين سكوير طب كوزاين سكوير دي كانها عباره عن ايه؟ نص واحد زائد كوزاين 2 كوزاين سكوير دي كانها عباره عن ايه؟ انها فيها جزئين فيها جزء اللي هو عباره عن ايه؟ دبل فريكونسي في جزء عباره عن دي سي دي سي كومبوز تمام طب كوزاين كيوب هيعمل لي ايه؟ كوزاين كيوب دي اكنها كوزاين في دي سي زائد واحد ده كده عملت لي 2 اوميجا نوت صح؟ في دي سي ده هيعمل لي 3 اوميجا نوت ماشي خلاص طب هيعمل لي 3 اوميجا نوت بس ودي سي لا اوميجا نوت كوزاين سكوير دي كان فيها ايه؟ دي سي اللي هو واحد نص نص كوزاين بس اللي شرفه في المرة دي
مظبوطة كوزاين كوزاين بوستر مظبوطة ماشي. فده هيعمل لي كومبوننت عند فين؟ عند اوميجا نوت. وده هيعمل لي كومبوننت عند ايه؟ عند 3 اوميجا نوت عشان مره فين كده. فنلاقي السيل اوردر دول عمل لي كومبوننت عند ايه؟ عند 3 تمام؟ وعمل لي كمان كومبوننت عند مين؟ عند نفس السيجنال. طب لو عملت لي بروتوكول 4 هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي عند الدي سي بوتين هيعمل لي عن كوزاين 2 اوميجا 4 وهيعمل لي عند 4 تمام خلاص. هنلاقي ان الايفن اوردر تيرمز خلاص دايما بتعمل عند الدي سي واللي بعديه لحد ما لحد الاوردر بتاعها. طب والاوت تيرمز بتعمل ايه؟ بتعمل عند السيجنال نفسها وعند الحاجات اللي ايه؟ الحاجات اللي ايه؟ اللي هي دايما اوت تيرمز بعد كده خلاص. فنلاقي ان انا كنت مدخل تون واحد وطلعت في داخل ايه؟ مالتيبل تورز. طب ايه مشكلة المالتيبل تورز دي؟ ديستورش عندي هنا واحد اثنين تعالوا نتكلم في بتوع الألم. هو الديستورش دوت يهمني جدا بتوع الألم أكتر من يهم بتوع الألم. طب يهم بتوع الألم دي؟ تعالوا نتكلم في الصوت. المايك عندكم في المحاضرة دول تمام؟ خلاص؟ لما تيجي دلوقتي تتكلم وتيجي تتكلم وساعات لما بتعلي الصوت كده تحس ما بتحسش انك ايه؟ انك سامع كويس؟ مع ان الصوت احنا عملنا فيه ايه؟ عملنا ايه؟ طب ليه ما سمعناش كويس؟ تخيل كده مدخل تون عند 1 كيلو هيطلع لي ايه؟ 1 هيطلع لي تون ده عند 2 و3 و4. طب اللي عند 2 و3 و4 دول تعرف تسمعهم ولا ما تسمعهمش؟ وانتوا بتسمعهم اصبحت حاجات جديده داخله معايا ولا مش داخله معايا؟ داخل معايا. فلما بتسمع التون بيور اصبح بتسمع تون زي ثانيه وعشان كده الصوت ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش واضح تمام؟ طيب عشان نعرف ليه بقى كمان شويه دلوقتي لما بنعلي كمان الصوت يبقى الصوت عندي مش ايه؟ مش واضح. كل ما اعلي ساعات الصوت واطي من انه واضح ساعات لما نعلي ان هو ايه؟ مش واضح. هقول لكم ليه دلوقتي كمان شويه خلاص؟ فاول مشكله عندنا في هرمون ديستورشن دي بتوع الالم دايما بيبتلوا بيها لان المشكله انها بتعمل تونز وليكن في الاوديو خلاص. التونز دي بتبقى وزين الايه؟ وزين السيجنال بتاعك ممكن واحد ايه؟ ممكن واحد يسمعها فتاثر على الكواليتي بتاعت السيركل بتاع الايه؟ السيجنال. طب لو كنا في الار اف تعالى نتكلم على الموبايل. الموبايل شغال على 900 ميجا الهارمونيك كار هتبقى موجوده فين؟ 900 و 1800 عشان ايه ما تاثرش السجن اللي انا ببعتها او السجن اللي انا بستقبلها ما تاثرش على ستاندرد ايه؟ على ستاندرد جامد خلاص؟
بينما في الانالوج او في اللو فريكوانسي هتلاقوا ان احنا دايما عندنا ايه؟ ان التونر جنريتر ده ممكن ياثر على السيجنال في نفس الايه؟ نفس الباند زي الايه؟ زي الاوديو. خلاص؟ طب تعالوا بقى نشوف السبيكترم ده. انا الاوتبوت عندي طلع عندي دي سي كومبوننت، طلع عندي اوميجا نوت، طلع عندي 2 اوميجا نوت، 3 اوميجا نوت، والسؤال ماشي؟ الامبليتيود بتاع دي كان بكام؟ ايه؟ ايه؟ الامبليتيود بتاع دي كانت كان اسمه كام؟ كان اسمه الفا 1 في تي صح؟ طب والترم ده بقى عامل ايه؟ شوف انهي اكبر؟ الفا 1 ولا الفا 3؟ الفا 1 الفا 1 خلاص؟ يبقى دايما الكلمات النون لينير دي بتبقى اقل من الكلام كام؟ من الفا 1 عشان كده بنسميها ليف نون لينير. ليف نون لينير خلاص؟ طيب طيب بعد كده نزل الفا 2 بعد كده كده عشان نزل الفا 2 هتفرد الفا 2 صفر ماشي؟ الفا 3 دلوقتي از بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ايه؟ طيب الترم ده الفا 3 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لازم عكس الفا 1 لازم عكس الفا 1 لازم عكس الفا 1 لازم عكس الفا 1 سكوير نفس عشان عمال يقلش صح؟ كل ما زود الانبوت كل ما لما يطلع كده حصل له ايه؟ قل عشان يقل يبقى لازم في ترم عندي بايه؟ بيقلل يبقى لازم الاشاره بتاعت الفا 3 والاشاره بتاعت الفا 1 ايه؟ عكس بعض يبقى غالبا في معظم الدوائر هنلاقي الاشاره بتاعت الفا 3 والاشاره بتاعت الفا 1 مالهم؟ دايما ايه؟ عكس بعض عشان يحصل تسبب في الكومبريشن ده. الحاجه الثانيه اللي قلناها المهمه ان الكوفيشنز دي بتبقى اقل بكتير قوي من مين؟ من الفا 1 بمعنى كده هو ده انا ممكن افرض ان الامبليتيود بتاع ده اسمه ستيل ايه؟ الفا 1 في الايه؟ في الكي. طب الامبليتيود بتاع الثاني قيمته كام؟ زيرو. الفا كي مربوع في كام؟ كي سكوير على الاثنين مظبوط؟ طب الامبليتيود بتاع الثالث الفا 3 كي كيوب على كام؟ على 4 ماشي؟ ده بنسميه هارمونيك ديستورشن اثنين وده بنسميه هارمونيك ديستورشن كام؟ ثلاثة. لو عندي واحد ثالث رابع هيبقى ايه؟ اتش دي ايه؟ اتش دي 4 خلاص؟ عامة يعني كميجرز الفرق دوت هو ده اتش دي 2 تمام؟ والفرق دوت هو اللي بنسميه ايه؟ الاتش دي 3 اند كروس ماشي؟ جيت زودت الكي جيت الكي ضربتها في 2 اللي هو اشهر في دي بي ضربت الكي في 2 يعني زودت كام دي بي؟ 3 دي بي 3 6 دي بي خلاص؟ ضربت كيف 2 زودت كام الاوريجنال 2 6 دي بي طب ده كده نات 6 دي بي خلاص؟ ده كده هيزيد كام؟ ده هيضرب في كام؟ 2 بس 2 سكوير يبقى يزيد كام؟ 4 مرات يعني كام دي بي؟ 12 دي بي صح؟ طب ده هيزيد كام؟ لا هي 8 اللي هو كام دي بي؟ 18 دي بي خلاص؟ هنلاحظ حاجة مهمة جدا نتيجة الايه؟ النون لينيرتي ان انا لما بزود الميد تون باي اكس او باي 2 هو كل اللي بيزيده بيزيده كام؟ راح بيزيده 6 دي بي بلاقي التون اللي جنبه حصل له ايه؟ زاد كام مرة؟ 12 دي بي واللي جنبه زاد 18 دي بي صح؟ فمعنى كده كل ما بعلي الامبليتيود بتاع الانبوت سيجنال كل ما الفرق دوت بيحصل له ايه؟ بي ام بيزيد بي ام فاهم؟ كل ما تاثير دولة تبتدي تاثيرهم يبان ايه؟
طب بالنسبه لي دول عباره عن نويز ولا مش نويز؟ نويز يعني حاجه بتبوظ السيجنال ما بتوصلش نويز سيجنال، حاجه بتبوظ السيجنال. تمام؟ وعشان كده في المحاضره اللي هو لما بنيجي نعدي المايك عن حد معين يبتدي تاثير الاثنين دول يحصلوا ايه؟ والهرمونات الثانيه يبتدي تاثير يحصل ايه؟ يبتدي يعلى، يبتدي وزنك تسمعهم، يبتدي الكواليتي بتاع السيجنال يحصل لها ايه؟ الكواليتي بتاع السيجنال تاني خلاص؟ ومعروف دلوقتي دايما، معروف دلوقتي دايما، تمام؟ ان انا لما اجي اكبر المين تون انبوت امبليتيود، تمام؟ لو كبرت دوت اثنين نوع دول بيزيد 6 وده بيزيد كام؟ 18. وعشان كده لما حد يجي دايما يريبورت الفاليو بتاعت الاتش دي 2 او الاتش دي 3 او اي حاجه، تمام؟ هرمون ستورش دوت لازم يقول ايه؟ لازم يقول امبليتيود اللي هو ايه؟ اللي هو عامل عند التون دوت. لان ممكن واحد تاني يكون مصدر الامبليتيود دوت وجايب الكونت اتش 2 اتش 3 مالهم كبار قوي. تمام خلاص؟ فاتس فيري امبورتنت ان احنا نقول الفاليو بتاعت الاتش 2 اتش 3 ويز ريسبكت للامبليتيود بتاع المين ايه؟ المين ايه؟ المين تون. خلاص؟ واهم حاجه ما تنسوش ان ده ما بيزيد حته ده بيزيد ايه؟ بيزيد جامد قوي معاك. طيب يبقى دلوقتي لحد دلوقتي في هرمون ديستورشن عندنا كذا حاجه. اول حاجه عملنا ايه؟ اللي حصل دلوقتي ان الدكتور عندي انا لسه هتكلم على تسجيل الترم الاول ماشي؟ خلاص؟ الدكتور عندي دلوقتي دي سي ترم. دي سي ترم دوت مشكله ولا مش مشكله؟ مشكلة. ايه المشكلة؟ هو غالبا عندي نوعين من السيجنالز. عندي نوعين من السيجنالز. في سيجنالز يبقى فيها انفورميشن في الدي سي. في سيجنالز يبقى فيها انفورميشن في الدي سي. السيجنال فيها انفورميشن في الدي سي دي هتحصلها ايه؟ مبروز ماشي خلاص؟ وفي سيجنال ثانية ما يبقاش السيجنال فيها انفورميشن فين؟ في الدي سي خلاص؟ انفورميشن في الدي سي لو ما فيهاش انفورميشن في الدي سي يبقى الترم دوت عندي مهم يكون مخلص خلاص؟ يبقى هو عندي الترم دوت هيرفاي على الايه؟ على التايب اوف سيجنال اللي انا بقى ايه؟ بستقبله دي حاجه. الحاجه الثانيه لو البي سي ده ترم كبير، لو البي سي ترم ده كبير ده خلاص دخلت على امبليفاير طلع لي البي سي، دخلت على امبليفاير ثاني هيعمل ايه في البي سي؟ هيكبر لي البي سي، هيعمل ايه في الامبليفاير؟ خلاص فلازم اضمن ان انا دايما بعمل بي سي كابلنج بين الاثنين امبليفاير عشان الترم دوت ممكن يخليني امبليفاير يطلع ايه؟ الفا 1 وماينس دي انبوت ديفرنشال صح؟ عشان هي ايه؟ ديفرنشال سيرك زائد الفا 2 دي انبوت ديفرنشال سكوير زائد الفا 2 ماينس دي انبوت ديفرنشال سكوير زائد الفا 3 الفا 3 1 كيوب 1 كيوب 1 كيوب ماشي؟ لما اجي اخد الديفرنس في الالفا هيحصل ايه معايا؟ الالفا نوت والالفا نوت هيحصل لهم ايه؟ هيتشال صح؟ طيب والالفا ده هيحصل لهم ايه؟ هيجمعوا طيب ودوت هيتشال هيتشال الناقص دي في سكوير هتبقى ايه؟ هيتشال طب والالفا تلاته هيجمعوا والالفا فور هيتشال يبقى ايه اللي بيحصل دلوقتي في الفول ديفرنشال سيركتس؟ من الايفن هارمونيتي الايفن هارمونيتي الايفن هارمونيتي بتطلع ايه؟ بتتشال ويبقى لي ايه؟ لوت لوت وعشان كده اهتمامنا دايما يبقى موجود فين؟ في الحته دي خلاص؟ الفا 3 افضل من فين؟ من الفا 2 لان معظم السيركتس عندنا ايه؟ ديفرنشال خلاص؟ بس السيركتس اللي هتبقى سنجل انبوت لازم اخلي بالي ايه؟
لازم هاخد معايا كثير ايه؟ الثقيل. خلاص؟ بس معظم الدوائر بتدي لها الفرنش سيركتس غالبا الفا 2 تاثيره بيبقى ايه؟ موجود؟ خلاص؟ تمام؟ المهم كله فين؟ في الفا 3. طب معنى كده هل السكند هارمونيك مش موجود؟ ده بنسميه سكند هارمونيك؟ ده سيرت هارمونيك ده سؤال. هل سكند هارمونيك؟ لا بس تبان صغيره قوي ليه؟ لان عمري ما هو قضيه الفرنش سيركتس النص ده والنص ده مالي؟ بالظبط قد بعض. فبنلاقي دايما في ايه؟ في فرق ايه؟ طيب فنستيل بنشوف الشكل الهرمونيك بس الامبليتيود بتاعه بيبقى طيب خالص الدرجه الحراريه من 2 ما بيأثرش في بس بعض الدرجه الصغيره دي. خلاص؟ يبقى دلوقتي نتيجه ان احنا شغالين كل ديفرنشال سيركت انا هفرض ان هو في الكل